حول ولا قوة إلا بالله، أنا مش فاهم إيه اللي حصل، إيه اللي خلاها تطب ساكتة كده مرة واحدة؟ قدر ولطف ياض، والحمد لله إن سي جلال كان معاها ساعتها وإنها ما كانتش في العربية لوحدها، دي كانت تبقى حوسة. الحمد لله قدر ولطف. خش الدكتور يا عم خش. اتفضل دكتور. اتفضل دكتور اتفضل. طمنا عليها دكتور، خدي بالك منها ناس. من يلا بينا جلال. خير خير هتطمنه إن شاء الله. إن شاء الله. كتر خيرك يا جلال على اللي أنت عملته معانا. تعبناك يا ابني. ما تقولش كده يا عم وهدان، ده واجب والحمد لله اننا لحقناها. بس انا هتجنن، يا ترى اللي حصل لها ده كان سببه ايه؟ دادا انا على ماما قوي يا دادا. الغير حجته معايا مازن. طب تليفونها ما بيردش ليه؟ تلاقيها موجوده في ارض المشروع وما هيش سامعه. لا يا دادا ارض مشروع لغايه دلوقتي مش معقول. يبقى لازم في حته هنا ولا هنا والشبكه واقعه. لا يا دادا لا ماما عمرها ما عملتها وتاخرت لحد دلوقتي. ربنا يستر. بقول لك ايه يا مرزه، ما تغمشينيش وتخلي فكري يودي ويجيب. انا كمان يا بنت. طب حتى كانت كلمتنا من اي حته وطمنتنا عليها. اطمني يا بنتي اطمني، ماما بخير وان شاء الله هترجع لنا بالف سلام. يا رب يا رب يا دادا يا رب. طمنا الدكتور عم المعروف. طمن عم وهدان، الست بخير، انا اديت لها حقنه وفقت. الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. انا بس اللي هيجنني عايز اعرف سبب اللي حصل لها ده ايه. انا شايف انها حاله ارهاق وده سبب الاغماء. ربنا يطمنك زي ما طمنتنا يا دكتور. اهم حاجه عندي تعمل لها التحاليل دي. طبعا ضروري. ثانيه واحده يا دكتور. اتفضل اتفضل. شكرا. شاكرين. وصلوا يا جلال. حاضر يا عم. اتفضل يا دكتور. اتفضل. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا وهدان. ان شاء الله اللي يكرهوكي. هو في حد يكره الست منيره؟ ده الدنيا كلها بتحبها. تعيش يا نسمه، ربنا ما يحرمني منكم. انا متشكره قوي على كل اللي عملتوه معايا. بتشكرين على ايه؟ ده احنا هنا كلنا في خدمتك، انت ستك كله على راسنا من فوق. ده كتير عليا يا وهدان. ده انت معزتك في قلوبنا كبيره قوي يا ست منيره. ميرسي يا نسمه، انا عارفه يا حبيبتي، ده انتوا اهلي وناسي وحبايبي. بس انا نفسي اعرف بقى انا جيت هنا ازاي. البركه بقى في سي جلال. ادخل يا جلال. يا ساتر اهو جلال جا. اهو يا ستي جلال بقى هو اللي شالك وجابك هنا لما حصل اللي حصل. الله لا يعودها. سلامتك يا ست هانم، الف سلامه. الله يسلمك يا جلال، انا متشكره قوي. مش عارفه لولا وجودك معايا ساعتها انا كنت عملت ايه. كتر الف خير. ده ربنا هو اللي بيسبب الاسباب والحمد لله انها انتهت على خير. الحمد لله. الحقيقه انا مش عارفه اشكركم ازاي. اقوم انا بقى. تقومي تروحي فين؟ خليكي مرتاحه. انا خلاص ارتحت يا نسمه وبقيت كويسه. انت مش هتتحركي من السرير لغايه لما تشدي حيلك على الاخر. لو على كده بقى يبقى هبات هنا يا وهدان. يا ريت يا ست هانم، ده السرير زي الفل والبيت اخر نضاف. انا عارفه يا حبيبتي، هو انا تايهه عنكم؟ هو انا اول مره اجي لكم ولا ايه؟ بس معلش لازم اروح. الدكتور قال ان حضرتك محتاجه راحه وما ينفعش تقومي دلوقتي من السرير وتمشي كده على طول. وقال كمان لازم تعملي التحاليل دي، هي دي اوامر الدكتور. حاضر يا وهدان، اذا كان على التحاليل هعملها. بس برضو لازم اروح، زمان ميرفت بنتي قلقانه ومشغوله عليا قوي. خلاص تتصلي بالست ميرفت وتطمنيها. وهي تتصل بيها ليه؟ انا اللي هتصل بيها. لا يا وهدان بلاش عشان خاطري، ده كده ميرفت هتقلق اكتر، دي بنتي وانا عارفاه. معلش لازم اروح. انت مش بتقولي السواق بتاعك في اجازه، هتزوقي ازاي وانت في حالتك دي؟ ربنا يستر. اطمن يا وهدان انا بقيت كويس. انا ممكن اسوق لك يا هانم واوصل حضرتك لحد باب البيت. هو انت بتعرف تسوق يا سي جلال؟ طبعا ومعايا رخصه كمان. بالراحة على مهلك يا ست هانم، بالراحة. اتفضلي. متشكرة قوي يا جلال. العفو. ساعدتك معايا. ماما ماما يا حبيبتي اتأخرتي كده ليه؟ مفيش حاجة. شغلتنا عليك يا ست هانم. مالك يا ماما؟ ما كنتش فين كل ده؟ ميرفت كانت بتتصل بيك وتليفونك ما كانش بيرد. طب حتى كنت تكلمينا وطمنينا عليك. خلاص يا ميرفت اللي حصل حصل، استنوا عليا لما اخد نفسي. هو ايه اللي حصل يا استاذ؟ اطمني يا جماعة، الهانم كويسة والحمد لله، دي كانت حاجة بسيطة وعدت على خير. أنا متشكرة قوي يا جلال، تعبتك معايا، كتر ألف خيرك. العفو يا هانم، بعد إذن حضرتك. استنى يا جلال. خير يعني فلوس؟ كتر خيرك كتر خيرك كتر خيرك. انا معايا عشان والله عشان تركب تاكسي بس معايا هنا. كتر خيرك. السلام عليكم. متشكره قوي. مين ده يا ماما؟
تستنوا عليا لما ادخل وبعدين احكي لكم اللي حصل. على مهلك يا حبيبتي، على مهلك يا مهلك، على مهلك. مساء الخير يا نسمة. يسعد مساك يا سجلال. انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ ما جانيش نوم، قلت استناك لحد ما تيجي عشان اطمن عليك، قصدي اطمن على الست منير. يا ستي الست منير انا بخير والحمد لله، ووصلتها لحد باب الفيلا. كتر خيرك والنبي، ده انت تعبت قوي الليله دي. لا ابدا مفيش تعب ولا حاجه. اللي قولي يا سجلال، هو بيت الست منيره حلو؟ يعني اهي فيلا زي كل الفلل. والست مرفت بنتها شفتها؟ شفتها طبعا، حلوة زي الست الهانة يعني. الله، هو انت ما تعرفهاش؟ ازاي بقى اعرفها، دي جات كتير قوي واحنا صغيرين، بس بقى لها سنين ما جاتش. بقولك ايه يا سجلال، انت مش لازمك حاجة، مش عايز اي حاجة؟ كتر خيرك يا نسمة. طب مش جعان؟ اعمل لك لقمة. لا يا نسمة شبعان والحمد لله. طب شوية شاي. لا شاي ايه دلوقتي؟ عشان تعرف تذاكر. لا انا يدوب اروح انام على طول. نوم العواف احسن برضو، انت جسمك لازم يرتاح. طب تصبح على خير يا نسمة. وانت من اهله يا سجلال. معقول الكلام اللي انت بتقولي ده يا ماما؟ هو ايه اللي مش معقول؟ ايه الغريب في كده؟ الغريب انك تبقي لسه تعبانه وتنزلي تروحي الشرب. انا مش تعبانه يا حبيبتي، انا بقيت كويسه الحمد لله. ولو برضو مش هتخرج. الله، عشت وشفت بنتي بتتحكم فيا. ما هي خايفه عليك يا ست هاني. خايفه عليا من ايه بس يا دادا؟ كانوا شويه صداع وراحوا الحلم، وبعدين الدكتور اللي جاني هناك طمني من ناحيه الضغط والسكر، يعني شويه تعب خفيف كده وراحوا لحالهم الحمد لله. وده عادي بيحصل لكل الناس مش انا بس. يا ماما لما تبقى حاله اغماء وتقعي من طولك وما تدريش بنفسك، تبقى حاجه طبعا ما يسكتش عليها. مرفت عندها حق يا ست هاني، دي برضو صحتك والصحه الغاليه، ولازم تاخدي بالك من نفسك. يا جماعه انتم مكبرين الحكايه قوي، بقول لكم انا بقيت كويسه الحمد لله. برضو مش هتخرجي غير لما يجي دكتور رفعت ويطمن عليكي. انت طلبتيه عشان يجي هنا؟ ايوه. اخس عليكي يا مرفت، لزومه ايه بس القلق ده؟ ستك كله، هو انا لو ما كنتش هقلق عليكي هقلق على مين بس؟ خلاص بقى يا ست هانم عشان تريحي قلبنا. خلاص يا ستي هقعد في البيت ومش هروح الشرك. الهي يريح قلبك يا رب. بس يا ريت يا مرفت بقى تطلبيني بهجه على التليفون عشان اكلمك. من عينيا يا ستي كل حاجه. الو. ايوه انت البهجه، ازيك؟ انا مرفت الحمد لله انا كويسه، ماما كمان كويسه الحمد لله. هي كانت عايزه تكلم حضرتك على فكره، هي مش هتروح الشركه النهارده. ها ماشي. اي مع حضرتك اهي، اتفضلي يا ست الكل. الو صباح الخير يا بهجت. لا ابدا مفيش حاجه، بس فعلا مش هقدر اجي الشركه، عايزه ارتاح شويه. دي خطوه عزيزه يا صاحبي. يا عز مقدارك يا حبيبتي. تعالي بقى معايا على المطبخ اما اعمل لك كوبايه شاي. لا انا جايه اطمن عليكي وماشي على طول. تمشي على طول ده ايه؟ والله ما انا سايباك الا لما تشربي الشاي. لا شاي ايه ده، انا عايزاكي تعالي اقعدي اما احكي لك. تعالي. خير خير اللهم اجعله خير. زهران. زهران ده مين؟ عريسي يا نسمة. هو اسمه زهران؟ ايوه. ماله؟ قال لابويا انه هيجيب لي شقه 4 اوض يرمح فيها الخير. يا صلاه النبي يا صلاه النبي. وعفش متوصي عليه من دمياط عموله. تستاهلي يا صبح، وانت شويه. وعارفه ايه كمان؟ ايه؟ قال لابويا انه مش هيمشيني على رجلي. يا حمتي امال هتمشي على ايديكي؟ يبقى ايه يا نسمة؟ لا بالعربيه، عربيه كبيره قوي اخر عظم. مش كتير عليكي والله يا صبح. عقبالك يا نسمة انتي ومصلحي يا رب عقبالك. مصلحي؟ مصلحي ده ايه يا صبحة؟ ما تقولي كلام غير ده. ليه؟ هو انتوا لا سمح الله فركشتوا الجوازة؟ يا ريت يا اختي،
يا ريت كانت تتفركش واخلص من دي خانقه وارتاح. للدرجه دي يا نسمه كره الجواز من مصلحي؟ واكتر يا صبحه. لو تعرفي ايه اللي شاغل بالي ومحير فكري ومسهرني الليل. خير يا نسمه؟ مش عارفه اقول لك ايه. بس ايه اللي فيكي وايه حكايه سهر الليل دي؟ في ايه يا نسمه؟ اتكلمي. اتكلم اقول ايه بس يا صبحه؟ تقولي لي اللي جواكي فضفضي. ده انا زي اختك ومفيش حاجه بينا تستخبى. عارفه يا صبحه؟ عارفه والله. يبقى تفهميني كل حاجه واحده واحده كده وبالراحه. كل اللي اقدر اقوله لك دلوقتي ان انا اللي فيا مكفيني وكاتمه جوه قلبي وشايلاه لحد ما اشوف اخرتها ايه وهترسى معايا على ايه. صباح الخير يا جلتش. صباح الخير يا خاله وهيب. خد ايدي يا اخويا اقعدني. اتفضلي. كتر خيرك. قول لي حبيبي انت فطرت من بدري؟ طب خد ايه دي. إيه حل بوقك؟ فطيره بالعجوه من عمايل ايديا. لا متشكر يا خاله وهيب. ليه هو انت مستعجل ولا وراك حاجه؟ ليه خير في حاجه؟ إيه لا ابدا، يعني انا قلبي انفتح لك كده وربنا هو اللي يعلم. الله يحفظك. الله يخليك. انا يعني ملاحظه كده واخده بالي ان المعلم وهدان اسم الله على مقامه بيعزك قوي. وانا كمان بعز المعلم وهدان. وانا كمان زي ما تقول كده احنا بينا من زمان اتصال ووفاء، يعني هو بيحب اللي يحبني ويكره اللي يكرهني، وانا كمان احب اللي يحبه واكره اللي يكرهه، زي ما تقول كده ان احنا كلمتنا واحده وقلبنا واحد. وانا كمان يا خاله وهيب احب اللي يحب المعلم وهدان واكره اللي يكرهه، زي ما تقولي كده انا بعتبره كأنه ابويا. يبقى خلاص اتفقنا واستبينا. على ايه؟ على المحبه. ربنا يديمها ويزيد منها. ايه يسلم فمك. انا بقى ايه عايزه منك خدمه صغيره. خير بقى؟ المزغوده نسمه هي اللي ربط ابوها جنبها وما خلتوش يتجوز لحد دلوقتي بعد امها. الله يرحمها. مع ان المزغوده هتتجوز قريب مصلح. تمام. وبجوازها منه ابوها يعز مقداره هيبقى وحدان. ده حال الدنيا. ويحبه عيني هيبقى من غير ونيس ولا جليس. ربنا يصبره. فانا بقول يعني يا جلجل انك تكلمه. على ايه؟ انه يتجوز اللي بتحبه وبتكره اللي يكره. اللي هو انت؟ هو في غيري اللي تقدر تسعده وتهنيه؟ وعايزان انا اكلمه عشان يتجوزك انت. وحيسمع كلامك لانه بيحبك ويعزك وينوبك ثواب فيه. ولو حصل كده على ايديك أنا بقى حجيب لك عروستك. عروستك عندي شباب وجمال وتليق بمقامك. صحيح؟ لا متشكر. متشكر قوي وكتر ألف خيرك. يعني هتكلمه يا جلجل؟ أكلم مين يا ستة وهيبة؟ المعلم وهدان يا سجلال. هو في زيه بين الرجالة؟ ولا أنت يعني عايزني أفضل على ده الحال وأفضل طول عمري كده مشغول البال؟ لا طبعا ما يخلصنيش، بس حاجة زي دي أنا ماليش فيها ويمكن كلامي ما يرضيش. ما تخزنيش، انا راجل في حالي وعايز اعيش. ايه رايك بقى؟ ما هو ده الراي السليم وهو ده اللي لازم يحصل يا ست منيره. قول لها يا عم وهدان. يعني خلاص كلكم اتفقتوا عليا؟ يا ماما الاشعه والتحاليل لازم تتعمل. والحكيم اللي كشف عليك عندنا هو اللي قال الكلام ده. وبرده دكتور رفعت لما جه وكشف عليها هو كمان قال كده. خلاص يبقى كلام الحكمه هو اللي لازم يمشي وهو اللي يتعمل بيه. يا جماعه انتم مكبرين المساله زياده عن اللزوم. يا ماما يا حبيبتي دي طنط عايده جارتنا، لما بيحصل لها اي حاجه حتى لو شكت دبوس بتجري على طول وبتروح تعمل تشيك اب على كل حته في جسمها. عايده ايه دي؟ دي ست موسوسه ومخها طائر. ازيك يا دادا؟ الحمد لله يا شامل. اتفضل يا ابن الجماعه موجودين جوه. متشكر يا دادا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هشام اتفضل يا حبيبي. ازيك يا طنط؟ طمنيني عليك. انا كويسه الحمد لله. ده هشام ابن عم ميرفت يا وهدان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. قول لي يا هشام باباك لسه زعلان مننا؟ لا والله يا طنط بالعكس، ده قلق جدا لما ميرفت كلمتني وقالت لي ان حضرتك تعبانه. ايه ده؟ هي ميرفت لحقت قالت لكم؟ على العموم انا بقيت كويسه الحمد لله. الف سلام عليك يا طنط. الله يسلمك. قول لي انت تعرف عمك وهدان ولا لا؟ اعرفه بالسمع، دايما حضرتك كنت بتجيبي سيرته بكل خير. ده بس من لطفها وكرم اخلاقها. انت تستاهل كل خير يا راجل يا طيب. هو اللي حضرتك بتعمله مع ماما شويه ده كفايه الحمل التقيل بتاع الارض اللي حضرتك شايله عنه. دي والدتك هي اللي تستاهل كل خير. ده احنا مهما عملنا عمرنا ما هنوافي جمايلها علينا. جمايل ايه يا وهدان؟ ده بس من ذوقك واصلك الطيب. هي دي مشكله خاله وهيب، هتموت وهتتجنن ومش عارفه تعمل ايه عشان توصل لابويا وتتجوزها. بس انا ما كنتش اتخيل ابدا انها تجيني وتكلمني في حاجه زي دي. افتكرت ان ابويا هيسمع كلامك عشان بيحبك. وده معقول برضو يا نسمه يسمع مني انا كلام زي ده؟
اهو على قد فهمها واللي مخها صوره لها. طب ما هو صحيح يا نسمه، انت قربت تتجوزي وعمه هدانا يعيش لوحده، ليه ما يتجوزهاش؟ ابويا طول عمره رفض الجواز بعد المرحومه امه، وحتى لو فكر دلوقت لازم ياخد واحده من توبه من مقامه، مش وهيبه تضايق. بس عمه هدان ايه داخل دماغها على الاخر، وشكلها هتفضل تجري وراه ومش هتسيبه. تجري تجري يا اخويا لحد ما نفسها يتقطع. هو كان بكيفها يعني ولا كان بكيفها؟ ولا من امتى كان في حد بيتجوز اللي على كيف؟ انت يا نسمة؟ انا ايه؟ مش انت ومصالح ابن عمك عايزين بعض واديك هو قربت تتجوزه؟ بقول لك ايه يا باشمهندس، ما تاكل احسن، اهي لقمه تصبير على ما نتغدى. بس انت ايه اللي خلاكي تتعبي نفسك كده وتجيبي الاكل ده كله لحد هنا؟ عشانك، عشان تاكل. وعرفت منين ان عايز اكل؟ حسيت بيك، قلت الباشمهندس زمانه جعان وهي حبت عيني على لقمه الفطار من الصبح. هو انت دايما كده زي والدك؟ من انهي ناحيه يعني؟ يعني على طول شغله نفسك بالناس وحاسه باللي حواليك. وهو البني ادم يبقى بني ادم الا لو حس باللي حواليه؟ عندك حق يا نسمه، عندك حق. لا لا سجلال، اوعى تكون فاكرني كل شيء كان كده وماشي على اول. لا ده انا اعرف كل اللي حوالين مني ومستخبي فين، وبعون الله اعرف السمك سارح فين وكل انواعه وفي عز العتمه. ياه كل ده يا مصلحي؟ امال يا سجلال، انا بلقافيا صياد وابويا صياد وعمي وهدان ده كان شيخ الصيادين. بصراحه يا مصلحي اجدع ناس والله. الله يحفظك. طب انا عليا رميه شبك احلى من الرميه اللي اترمتها لنا من فوق الكوبري دي. لسه فاكر يا مصلحي؟ بس بقول الله الشبكه بتطلع عمرانه وكله بفضل الله ونعمه بالله. الا قول لي يا مصلحي، ايه انواع السمك اللي انت بتصطادوها؟ لا كله. بص بقى سيدي، قراميط، بولتي، شلال، زقازيق، تعابين. تعابين؟ بس اللي اعرفه يا مصلح ان التعابين دي بحري مش نيلي. لا بلا افيه، ما هو في منها البحري وفي منها النيلي. البحري بقى بيبقى مسمم، اما النيلي يا عيني عليه. اما بقى في سمكه اسمها الشلبه، دي بقى لا يعلى عليها. اشمعنى الشلبه يعني؟ اصلها سمكه نادره، وبعدين احنا كمان لما بنصطادها احنا ما بنبيعهاش، بناكلها بلا افيه. بلانا والشفا يا مصلح. الله يهنيك. بقول لك يا سجلال، ما تيجي تقوم معايا كده وتتفرج عليا وانا برمي الشبك وتعتبرها فسحه ونشم هوا. كان بودي يا مصلحي، صدقني مش هقدر. ليه بس؟ دي القعده في المركب في وسط النيل ياه ترد الروح، مع كعب الشاي كده في ضوء القمرايه يخليك تسرح في بلكون تاني. يلا اسمع الكلام وتعالى معايا. صدقني عندي مذاكره قد كده وكليه الصبح، لولا كده كنت جيت معاك. لا طالما مذاكره وكليه بقى ما معطلكش، ربنا ينجح مقاصدك ويرزقك ببنت الحلال اللي تستاهلك وتملي عليك دنيتك، زي ما ربنا رزقني ببنت الحلال اللي هتنور عليها دنيتي وعمري كله. اسمتي نسمتي، احلى نسمه بتطر على قلبي في عز الصيف وفي عز الحر. والله يا هوا مغرم صبابة، وقالوا لي اهل الهوا غلابه. انا كده بالعافيه هتاخر، ما يلزمكش حاجه يا سجلال. سجلال ايه؟ لا لا انا مصلح، سلامتك. طب الاذن انا بقى بدل ما الكلام ياخدني والرزق يفوتني وعمي وهداني يبهدلني وقل قيمتي. سلامه جلد. مع السلامه يا مصلحي، مع الف سلام. تؤمر بحاجه تانية يا سي مدحت؟ ده رسميه كده كله زي الفل، هاتي لي بس شويه تلج والنبي. معلش التلج خلص والفريزر لسه ما جمدش. خلاص هاتي لي ميه ساقعه رسميه، في ايه بس؟ حاضر. حضر لك الخير يا اختي. ايه ده؟ انت رسمت القعدة؟ انت مش نازل معايا؟ لا حبيبتي انا ماليش مزاج للخروج الليلة الصراحة. وهتقعد لوحدك؟ يعني هستناكي لحد ما ترجعي يا حبيبتي. لا انا هتأخر النهاردة، النهاردة الخميس والصلاة بتبقى مليانة. خلاص بالسلامة انت وعيش حياتك. مع السلامة. المية تؤمر بحاجة تانية قبل ما اروح؟ متشكر اوي يا رسمية، بالسلامة حبيبتي. الله يسلمك. الو، هيا ميرفت، ازيك؟ كويس الحمد لله. انا كويس، مفيش اي حاجة، كله زي الفل. امال ليه ما كنتش بترد عليا لما كنت بتصل بيك يا مدحت؟ دي مش مره ولا اتنين، انا انشغلت عليك قوي. يا سلام، يعني انت كنت قاصد ما تردش عليا. يا حبيبي انا عارفه ان انت زعلان مني من مقابلتنا الاخيره، بس انا مش قلت لك ان انا هحل الموضوع ده مع ماما؟ لا يا سيدي لسه ما حلتهوش، اصل ماما كانت تعبانه شويه.
المهم انا عايزه اشوفك في اقرب وقت يا حبيبي. مساء الخير يا سجلال. نسمة، مساء النور يا نسمة. شفتك بتذاكر قلت اما اجيب لك الشاي. تسلم ايدك، بصراحة جه في وقته. وانا قلت كده برضك. امال عمو هدان فين؟ خرج من شوية. هو انت كنت عايزه في حاجة؟ لا لا، انا كنت بسأل بس. وانت عامل ايه؟ زي ما انت شايفة قاعد بذاكر. ربنا يا رب ينجح مقصدك ويجعل في تعبك فايدة. وانت يا نسمة عاملة ايه؟ زي ما انت شايف جايبه لك الشاي واحلى كوبايه شاي بشربها من ايديكي بالهنا والشفا. قولي لي يا نسمه. نعمل يا سجلال. بصراحه كده انا نفسي اسالك سؤال واعرف الجواب منك. اسال يا باشمهندس، اسال وانا ارد على كل اسئلتك. بس سؤالي ده هيعتبر تدخل مني في امورك الشخصيه، وانا خايف انك تزعلي مني. يا خبر، انا ازعل منك؟ طب اسال انت بس ومالكش دعوه. بصراحة؟ بكل صراحة. مصلحي ماله؟ بيحبك وهيتجوزك؟ ما انا عارفة. طب وانتي؟ انا بصراحة بصراحة انا انكتبت عليا الجوازة دي من غير ما يكون لي رأي ولا حتى كلمة تتسمع. يعني الجوازة دي غصب عنك ومش برضاكي؟ البنت هنا يا باشمهندس ملهاش رأي في اللي تختاره. انا ومصلحي موعدين لبعض من واحنا صغيرين، وده كان رأي أبويا وعمي الله يرحمه. بس ده شيء صعب قوي. انت ازاي هتعيش حياتك مع انسان انت ما بحبوش وبرضه ما بكرهوش؟ بس هو ابن عمي وجوحة أولى بلحم طوره. بس مصلحي ما هوش جوحة ولا انت طوره. بس هي دي الحقيقة، وهو أمر الله وانكتب، وكل شيء اسمه ونصيب. طب وانت؟ أنا ايه؟ ما توعدتش من صغرك لبنت عمك، بنت خالك؟ لا. ولا لأي واحدة من قرايبك؟ برضو لا، احنا ما عندناش الكلام ده يا نسمة. طب انت ما وعدتش أي واحدة ما بينك وما بينها يعني؟ قصدك ان في واحدة في حياتي اكون بحبها وبتحبني؟ حاجة زي كده، ما انت في الجامعة والبنات فيها ايام. لا يا نسمة، ما فيش حاجة من دي خالص. انا لا عمري حبيت ولا عمري وعدت واحدة بالجواز. معقول؟ صدقيني يا نسمة، هي دي الحقيقة. مصدقاك؟ يا خبر، ده الكلام خدنا وعطلتك عن ذكرتك. لا ابدا، ما فيش عطلة ولا حاجة، وأرجو إن كلامي ما يكونش ضايقك. أبدا أبدا، ما اتضايقتش ولا حاجة. طب وأنت ما اتضايقتش من السيرة اللي فتحتها لك؟ أبدا ما اتضايقتش ولا حاجة. طب أمشي أنا بقى. ما بدري. بدري من عمري. مع السلامة يا نسمة، مع السلامة. اللي حصل ده مسخره، وانا لا يمكن اقبل بيها ابدا. والادهى من كده انها تيجي منك انت، منك انت عفيفي، انت اللي بقول عليك عاقل وبيفهم. والله يا معلم وهدان، انا كنت اخر من يعلم بالحكايه دي. مراتي واختها هم اللي مشيوا فيها. وطبعا وافقتهم ومشيت ورا كلامهم. كله من تحت راس وهيبه، منها لله. قطعت وهيبه وقطعت سيرتها، ما هي سبب البلاوي والمشاكل احنا فيها دي. انا غلطان يا معلم وهدان، وحقك على راسي من فوق. المهم دلوقتي الفلوس اللي انتوا صرفتوها معاك اهي، تردها للراجل وتفهموا ان احنا ما عندناش بنات للبيع، ولا يمكن حنديها لاي حد غريب مهما كان التمن. فاهم؟ فاهم يا معلم وهدان. وهو درس اديك خدته والناس فهمته، عشان ما حدش تاني يجي يعمل العمله السوداء اللي كنتوا هتعملوها دي. يلا بينا يا ابو اسماعيل. ما بدري يا معلم وهدان. بدري من عمرك. يلا السلام عليكم. طب انستوا شرفتوا. سلام ورحمه الله وبركاته. مشيوا يا مسعده. طب عايز والمعلم وهدان اداك الفلوس؟ ايوه وخدتهم اهم، بقوم دين في رقبتي. ربنا ياخدك انت واختك في ساعه واحده. يا اختي ما تقولش كده بعد الشر. لا ده انا اقول واقول، ولو اطول اعبيكوا في شوال انت واختك ووهيبه وارميكوا في النيل. ما تروق بقى يا مدحت وخلينا نتكلم في المفيد. ما خلاص يا مرفت، الكلام اللي بينا خلص، ما عادش يجي منه فايده. ليه بتقول كده يا مدحت؟ مامتك هي اللي قالت كده. يا مرفت معذوره يا مدحت من الكلام اللي سمعته عنك. يا حبيبتي ما انا قلت لك ان الكلام ده كله كذب في كذب. يا حبيبي انا مصدقاك، بس ماما هي اللي مش مصدقه. يا حبيبتي ما انا قلت لك البواب الحقير اللي شن عليا الكلام ده بيعمل حاجات مش مظبوطه في العماره. مالك تصوري
بيأجر الشقق المفروشة في السر وللأعمال البطالة والعازب اللي السميل عليه، ولما اكتشفت الكلام ده وقفت ضده. يبقى عشان كده بقى قال اللي قاله في حق. طبعا الحمد لله ربنا قدرني وطردته من العمارة. طب والناس اللي في الشركة ليه هما كمان اتكلموا عنك كده؟ عشان هو ده الضلال بعينه يا ميرفت. الناس دي ماشيين في سكك بطالة وغلط بجانب الشغل، ولما اكتشفت الكلام ده وقفت ضدهم واخدت منهم موقف. عموما انا سبت لهم الشركة واستقلت خالص يا ميرفت. استقلت؟ ايوه استقلت، وان شاء الله ان شاء الله هلاقي شغلانة في مكان نظيف ما فيهوش فساد يا ميرفت. ولعلمك انا مش هسيب الناس ديت، انا هفضل وراهم لحد ما اوديهم في 60 داهية. لا يا حبيبي، لو النبي مالكش دعوة بيهم الاحسن يأذوك. ميرفت انا ما بخافش، ما يهمنيش الحاجات دي. بس انا بخاف عليك يا حبيبي، بخاف عليك قوي يا مدحت. خولي بس وعيدي، استغفر الله العلي العظيم من كل ذنب عظيم. عرفتي يا حبيبتي ان انا مظلوم؟ عرفتي السبب ورا الكلام اللي اتقال عليا؟ عرفت يا مدحت ومصدقاك. سامحني يا حبيبي. يعني برضو رحتي وقابلتيه وقعدتي معاه وكلمتيه؟ ايوه يا ماما. طب ليه كده يا ميرفت؟ مش انا محذراكي وقايله لك تبعدي عن الولد ده خالص؟ اهو انت كده خلاص بتخرجي عن طوعي ومش عامله لي اي اعتبار. لا يا ماما العفو، هو انا برضو اقدر اخرج عن طوعك يا ست الكل؟ ما انت عملتيها اهو ورحتي له. يا ماما انا رحت له عشان اعرف حقيقه الكلام اللي اتقال عنه. وبعدين صدقتي طبعا كل كلمه قالها لك من الكلام الفارغ اللي انا سمعته منك. حضرتك برضو لسه مصره انه كلام فارغ؟ طبعا، وما دخلش دماغي بالمره. يا ماما مدحت صدق في كل كلمه بيقولها، وهو البواب انطرد والناس كان عايز يبلغ عنهم البوليس بتوع الشركه وانا اللي منعته. والله انت هبله ميرفت يا حبيبتي، انت لسه صغيره وملكيش تجارب، ومدحت ده ولد يلعب بالبيضه والحجر صدقيني. ما احنا ماما ممكن نتاكد من حقيقه الكلام اللي هو بيقوله. وهنتاكد ازاي بقى؟ ان شاء الله يا مثقفه يا متعلمه، هنروح ندور على البواب اللي هو طرده، ولا نروح لهم الشركه نقول لهم انتوا ناس فزدانين وبتعملوا اعمال غير قانونيه، ولما جه الفارس المغوار مدحت حب يكشفكم سوقتوا سمعتكم. ما هم فعلا عملوا كده يا ماما. انت هتجننيني يا ميرفت؟ ما تفوقي نفسك وتصحي بقى وتنتبهي لدراستك. لا ماما بقى حرام عليها. هي ماما مالك؟ انت قلبتي دماغي يا ميرفت. اتفضلي اقعدي يا ماما. سلامتك يا ماما، الف سلامه. خلاص هنبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين يا ماما. ولا بعدين ولا قبلين، الموضوع ده خلاص انتهى بالنسبه لي. حاضر يا ماما حاضر، بس انا في حاجه عايزه اعرفها. عايزه تعرفي ايه تاني؟ حضرتك عملتي التحاليل اللي الدكتور طلبها منك؟ ايوه عملتها يا حبيبتي، وهتطلع النتيجه بكره ان شاء الله. ممكن تمشي بقى، انا مش فاضيه لك. حاضر يا ماما حاضر. خلي بالك على نفسك يا ست الكل. باي باي. على السلامه. الله، دي عشاني انا. امال يعني عشان انا؟ دي حلوه قوي قوي. عجبتك؟ عجبتني قوي، بس دي باين لها غاليه جدا. غاليه ايه يا نسمه؟ دي رخيصه خالص. رخيصه ازاي؟ مش دهب. لا مش دهب، دي كورو فالسو يعني، وتقليد الدهب. وعندي اغلى من دهب العالم ده كله. صحيح يا نسمه؟ صحيح يا جلال. يوه يقطعني، قصدي يا باشمهندس. برضو باشمهندس ليه؟ امال يعني عايز نرجع تاني واقول لك يا سي جلال؟ قولي لي جلال كده بس، جلال لوحدها كفايه، لانها طالعه من بوقك زي السكر، واول مره في حياتي اسمع اسمي بالحلاوه دي. خلاص من هنا ورايح هقول لك يا جلال وبس. وبس. حاضر حاضر يا جلال، بس ده هيبقى بيني وبينك مش قدام ابويا ولا اي حد تاني. وانا موافق. اتفقنا. وانا نويت والنيه خالصه لوجه الله ان فرح نسمه ام صلحي يبقى اول الشهر الجاي باذن واحد احد. الف مبروك يا معلم وهدان، الف مبروك اخويا. طب ايه رايك بقى ان فرح صبحه وزهران برضو هنعمله اول الشهر الجاي ان شاء الله؟ ايه ده يعني الفرحين في ليله واحده؟ ايه اراده ربنا. بس المعازيم هتتلخبط يا ابو اسماعيل ما بين الفرحين. اهو يروحوا هنا شويه وهنا شويه. طب ايه رايك لو عملنا الفرحين في مكان واحد، وهو بدل الكوش هيبقوا كوشتين؟ والله فكرة حلوة برضه، والمعازيم كلها تتلم في حتة واحدة. وأنا موافق. ده حتى تبقى ليلة السعد والهنا. على بركة الله، وكل اللي يجيبه ربنا خير إن شاء الله يا رب. الله يا نسمة، والنبي دي حلوة قوي، وأنا فرحانة بيها قوي. أيوة بس أنت بتقولي إن دي قشرة. قشرة بس غالية علي قوي. يبقى غلاوتها من غلاوة اللي قدمها. صدقتي والله يا صبحة، ده بقى غالي علي قوي. ده
اهو متغيرنا بالشكل ده يا ست نسمة. سبحان مغير الاحوال. انا مرة واحدة كده لقيت نفسي بفكر في ليل ونهار، ولما بشوفه ما ببقاش عايزة اسيبه ابدا، ولا لو ايديه جت عليا غصب عنه بحس كده ان روحي بتتسحب مني. اي والله يا صبحة. بس يبقى هو ده الحب وعمايله. تفتكري كده يا صبحة؟ وهو اللي انت بتقوليه ده ليه معنى تاني غير كده؟ والله واتدردحت يا مصلحي وبقت تعرف تهادي وحببت بنت عمك فيه. مصلحي انت كمان، انا ما بتكلمش على مصلحي. امال قصدك على مين؟ جلال. جلال يا صبحة. جلال الغريب؟ هو يا اختي، هو هو اللي هداكي بالهدية دي وكل الكلام اللي قلتيه ده كان عنه؟ ايوة يا صبحة هو. يعني حبتيه يا نسمة؟ طب وهو؟ وهو كمان. يا وقع ملهاش اخر. انا محتارة يا صبحة، محتارة ومش عارفة اعمل ايه. سيبك من حيرتك دي دلوقتي وقوليلي اللي حصل بينكم ده حصل امتى وفين وازاي، وبالراحة كده عليا وواحدة واحدة. هقولك يا ستي. اتفضلي يا منيرة هند، ادي نتيجة التحليل، اقريها بنفسك. ميرسي. شفت بقى يا دكتور رفعت؟ الحمد لله نتيجة التحاليل بتؤكد ان انا ما عنديش حاجة زي ما انا قلت. كان لزومه ايه بقى انكم تتعبوني وتكبروا المسألة كده؟ عشان نطمن عليك. واديكوا اطمنتوا. بس برضو محتاجين نعمل لك اشعه مقطعيه ورنين مغناطيسي على المخ والرقبه. تاني هعمل اشعه ورنين مغناطيسي تاني؟ لزومه ايه كل ده يا دكتور؟ معلش زياده اطمئنان يا دكتور. خليها على الله، ما كانوش شويه صداع جولي دول. وبعدين الدواء اللي حضرتك اديتهولي انا ارتحت عليه خالص. اللي اديتهولك ده كان مسكن يا منيره هانم، مش علاج لحالتك. حالتك يلزمها زي ما انا قلت لك، لازم نعرف سبب الداء وخصوصا بعد حالة الإغماء اللي جات لك. دكتور رفعت كلمني بصراحة، انت شاكك في حاجة؟ لا أبدا بعد الشر. يبقى خلاص مفيش لزوم للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي ده. يا ستي نعمله مش هنخسر حاجة، وياريت تقعدي معانا يومين كمان في المستشفى عشان أقدر أعمل لك اللازم. يا دكتور رفعت انت مكبر المسألة قوي كده ليه؟ واجبي كطبيب إن أتأكد من حالتك واتطمن عليكي، وانا شايف اللي بطلبه منك ده ضروري ولازم يتعمل. حاضر يا دكتور، امري لله، بس ناجل الحكايه دي شويه. وليه ما يكونش من النهارده؟ لا انا اليومين دول مشغوله قوي، سيبني بس شويه لغايه ما اروق كده من الشغل اللي عندي، واوعدك هجيلك بنفسي واعمل كل اللي قلت لي عليه. طب اعملي معروف يا منيره هانم، خدي بالك من نفسك، مفيش داعي تعملي مجهود زياده عن اللزوم. حاضر يا دكتور، اوعدك. نسمه. مصلحي نايم جوه. مصلحي بس انت بتعملي ايه هنا؟ كنت بنضف البيت لقيت كتبك متبعتره، قلت اوضبهم لك. بس اوعي تكوني لخبطتي حاجه كده ولا كده. لا 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 يا سجلال، انا متعلمه ومتنوره وعجبك قوي. طبعا يا نسمه ما انا عارف. على فكره انا وريت الهديه بتاعتك لصبحه. صاحبتك؟ وعجبتها قوي. انت قلت لها ان انا اللي اديتها لك؟ ايوه، وكلمتها عنك كمان. وقلت لها ايه؟ قلت لها اللي قلته بقى وخلاص. وليه كده بس يا نسمة؟ ما تخافش، صبحة صاحبتي الروح بالروح، واحنا ما بنخبيش عن بعض حاجة ابدا. الله، انت جيت يا سي جلال؟ يا مصلحي لسه واصل حالا. وانت بتعملي ايه هنا يا نسمة؟ كنت بنضف لكم البيت. وانا نايم؟ وفي سابع نوم. الله، وما حسيتش بيكي؟ هو انت لما بتنام بتحس بحاجة؟ على رأيك،
على كل ان تسلم ايديك يا بنت عامر. طب بالاذن انا بقى. استني بس يا نسمه، عايز اقول لك حاجه. نعم ايه؟ عايز اقول لك ان الوصال قرب بينا خلاص يا نسمه. انا رايحه احضر الغدا يا مصلحي. ومالك، خلي بالك من نفسك، مع السلامه. شايف بتتكسف مني؟ بس انا ما بتكسفش. حكم اللي يختشم بنت عمه ما يجيبش منها عيال. ها؟ اهلا يا وهدان، ازيك؟ انا كويس الحمد لله. بقول لك يا ست هانم، التاجر اللي اشترى العجول لسه ماشي من عندي دلوقتي بعد ما ساب لي الفلوس، وبيقول ان هو هيفوت ياخد العجول بكره الصبح. فانا بفكر يعني ان انا اخد الفلوس وافوت عليكي دلوقتي وانا رايح للنجار اللي بيوضب عفش نسمه. الله يبارك فيكي. مبروك علينا نسمتي. طيب حاضر، مسافه السكة، مع السلامه. الله، انت لسه هنا مصلح؟ ما رحتش شغلك؟ ما انا رايح يا عمي، بس قلت ما تخلص مكالمتك عشان نكمل كلامنا. يعني نكمل كلامنا في ايه؟ هو بس لا تعجن، ما قلت لك ان انا وضبت كل حاجه خلاص، واديني رايح للنجار ادفع له فلوس. انا كنت عايز اقول لك يا عمي ان انا فتحت السيره ويا جلال على توضيب البيت، وقلت له احنا هندور له على اوضه يسكن فيها. عملت طيب يا ابني، انما هو فين الليلة دي؟ ما ظهرش. سايبه في البيت عندي بيذاكر يا عمي. يلا ربنا يوفقه. ولا ايه يا نسمتي؟ عايزة حاجة مني قبل ما امشي؟ سلامتك يا الله يسلمك. بس ما تتأخرش عليا. ايه، مسافة السكة لغاية لما اوصل لمنيرة هانم، وبعد كده هفوت على النجار. بس على الله بقى ما يسهرنيش معايا. تروح وترجع بألف سلام، والسلام أمانة للست منيرة. ايوة طبعا أمال، أشوفك على خير. تروح وترجع بألف سلامة يابا. الله يسلمك. بالسلامة. يما القمر على الباقي نور اناديله، يما ارد الباب ولا اناديله، اناديله يما. يما القمر على الباب نور اناديله، يما ارد الباب.